مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الصحة والجمال، صباح الخير على حضراتكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من ابني حياتك. بنبدأ معاكم النهاردة صباح يوم جديد مليان بالنشاط والحماس، وزي ما عودناكم أننا دايما بننقل لكم الأحداث وكل ما هو جديد في مختلف المجالات. النهاردة كمان بنقدم لكم حلقة مميزة مليانة بالمعلومات المفيدة والقيمة، بنستكمل فيها الحوار اللي بدأناه الحلقة اللي فاتت واللي اتكلمنا فيها عن البشرة وكل ما يخص العناية بالبشرة بطرق طبيعية. أما النهاردة فهنتكلم عن الشعر، وكمان ان في مشاكل كتير جدا بتواجه البنات. النهارده معانا في حلقتنا هنتكلم عن الشعر وهنتكلم عن كل ما يخص مجال التجميل، بس طبعا قبل ما نخوض في اي تفاصيل حابه ارحب بزميل العزيز اللي منورنا النهارده في الاستوديو اسلام عبد الجواد. اهلا بك يا اسلام، صباح الفل عليك. صباح الخير يا فاطمه، وطبعا بعد المقدمه الجميله اللي قلتيها ديت هنزود بس حاجه، ان طبعا دايما الشعر ومشاكل الشعر من تساقط او وجود القشره دايما بيسبب احراج لاي شخص سواء كان بنت او ولد. وده النهارده اللي يسعدنا ان يكون معانا النهارده في الاستديو ضيفتنا اللي شرفتنا الحلقه اللي فاتت زي ما قالت الزميله فاطمه، واتكلمت عن البشره والتجميل والعنايه بالبشره. النهارده هتكلمنا عن الشعر واهم الحلول لمشاكل الشعر، وكمان هتقدم لنا تسريحات جديده ومختلفه هنشوفها مع بعض على الهواء مع ضيفتنا العزيزه الاستاذه هويده سيد، اخصائيه البشره واخصائيه التجميل والعنايه بالبشره. هنخرج فاصل، انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وطبعا لازم نرحب بضيفتنا الجميله اللي منورانا في الاستوديو النهارده استاذه هويده سيد، اخصائيه البشره والتجميل. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك منورانا النهارده، ربنا يحفظك وحضرتك منوره انت استاذ اسلام. شكرا استاذه هويده. طبعا في البدايه صباح الخير استاذه هويده. احنا النهارده هنتكلم عن الشعر ومشاكله اللي دايما بيسبب دايما احراج للناس ودايما قشره الشعر وكلام من ده. احنا بس عايزين بقى من حضرتك ان انت تقولي لنا ايه هي العادات اليوميه اللي ممكن اي بنت او اي ست تعملها للحفاظ على شعرها كده، اللي هي الاساسيات. حاضر. طبعا هو اول حاجه احنا عايزين حتى لو هتغسل شعرها ما تغسلش شعرها بالشامبو نظام يومي. يعني الشامبو مرتين ثلاثه في الاسبوع بس، لان كتر غسيل الشامبو بالشعر بيساعد على ان هو يتساقط ويساعد على ان هو ينشف. وحاجه ثانيه كمان دايما تخلي من عادتها تجيب الصبار وتجيب ميه ورد ومعلقه واحده بس من خل العنب، وتخلطهم مع بعض كويس جدا وتفضل ترش يعني مره الصبح ومره بالليل. ده نظام يومي هيساعد على ان الشعر يبقى كويس جدا، وهيساعد على ان ما تظهرش القشره فيه، وهيساعد على ان هو هيبطل يتساقط ويتقصف. وبالاضافه كمان في حاجه تانية في اللي هي شكوى القشره. فعلا شكوى القشره دي حاجه بسيطه جدا، الخل العادي الابيض ممكن لو في القشره قويه، يعني القشره لان في قشره مرضيه وفي قشره اللي هي الطبيعيه بتاعتنا. القشره اللي هي الطبيعيه بتاعتنا ان احنا نجيب مشط ضيق نعمل بيه جلده الراس كويس، وبعد كده نجيب قطنه وناخد من الخل الابيض اللي احنا بنحطه على السلطه لو ما عنديش ليمون. تمام. اوكي. بعد كده ببدا ان انا اجيب القطنه وامررها رايح جاي، وبعد كده انام واسيبه تاني يوم اشطف الشعر بميه. ده هيفيدها جدا، تستخدم الموضوع ده مره اول اسبوع يوم او يوم لا، بعد كده تاني اسبوع لا، مرتين بس في الاسبوع. تمام. يعني دي العادات اليوميه اللي المفروض اي بنت تتبعها اللي عندها قشره. اما العادات اليوميه هو موضوع الصبار ومعلقه زيت العنب وميه الورد. تمام جدا. طب بنلاقي كتير جدا من البنات عندهم تخوف من استخدام الصبغه، بيلاحظوا انها بتقصف الشعر او بتدي له خشونه شويه، فهل كل انواع الصبغات بتضر الشعر او بتاثر عليه بشكل سلبي، ولا الموضوع بيختلف على حسب نوع الصبغه وحسب جودتها؟ اكيد طبعا بيختلف على حسب نوع الصبغه وحسب جودتها. كل ما جبتي صبغه افضل كل ما كان لطيف على الشعر، وخصوصا الاكسجين بالذات لو جبناه نوعيته كريميه اللي هو بيبقى فيه مواد طبيعيه ده بيبقى كويس جدا على الشعر ما يتعبهوش. اصبغي ما تقلقيش، اهم حاجه نوعيه الصبغه ونوعيه والاكسجين قبل الصبغه كمان. يعني مش كل انواع الصبغات وانا برضو ضد حكايه سحب الشعر، انا ضدها جدا. حكايه ان واحده مثلا يكون شعرها اسود وتيجي تقول لي والله مدام هويده انا عايزه اعمل سحب، اقول لها لا، سحب يعني شعر ده سحب شعر يعني البلوندر ينحط على الشعر بكميه للشعر كامل. لا، الموضوع ده فعلا بيخلي الشعرايه منتهيه، بينتهيها خالص. طبعا. طيب هو احنا بنسمع ان دايما ايه عشان شعرك يبقى يرجع طويل تاني او عشان تنميه او كلام من ده او القشره تروح قص الشعر، هل المشكله هو قص الشعر ده بيحل مشكله مثلا؟ لا، الاطراف بس، مجرد اطراف، اقص اطراف كل 3 شهور دي حاجه حلوه قوي. تمام. ممتاز جدا، يعني كل 3 شهور مره، يعني حتى لو مش هتقدر تروح للكوافير تجيب من قدام وتقص الاطراف بتاعته.
يعني ده مثلا له فايده مثلا ممكن نطول الشعر بعد كده مثلا؟ اه بيطول صحي، لان احنا بنشيل اللي هو الضرر وبنخلي الشعر يطلع، لان طول ما المقصف ده موجود بيدي شكل غير صحي للشعر بطبيعه طبعاً الحال. ولما بينقص بيبدا ولما بينقص يبدا الشعرايه نفسها تبدا تمتص كويس الفيتامينات بتاعتها، الغذاء بتاعها يوصل للبصيلات. ولازم على فكره قبل ما نغذي الشعر من بره لازم نغذيه من جوه. بمعنى الاكل، لازم اكلي يكون صحي. انا عايزه شعري يبقى صحي، لازم اكلي يبقى صحي. عايزه شعري يبقى صحي، يبقى لازم اكل صحي. بالظبط. يعني في ناس كتير ما تعرفش معلومه ان الاكل اللي بناكله بيأثر على صحه الشعر. لا بيأثر عليك جدا جدا بشكل غير طبيعي، وشرب الميه برضه على فكره زي ما بيأثر على البشره بيأثر على الشعر. طب ايه افضل انواع الاطعمه اللي ممكن نتبعها عشان نحسن من صحه شعرنا؟ بالنسبه للي ما بيحبوش الاسماك، لازم وضروري اكل سمك واحده كل اسبوع. يعني انت ما بتحبيش السمك، لا كلي اكله ان شاء الله واحده بس، بس المهم كلي سمك، لان السمك مفيد جدا لتغذيه الجسم ككل وخصوصا الشعر. يعني طب في اكلات ممكن نتجنبها او بتاثر بشكل سلبي على الشعر؟ لا 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 ما اعتقدش. لا لا يعني كده نعتبر ان الوجبه الاساسيه لتنميه الشعر الاسماك. طبعا لا، للشعر وللبشره وللجسم كامل عموما يعني. لا طب ده بالنسبه للرجاله والستات؟ للرجاله والستات طبعا. بالنسبه لشعرها بيتساقط، يعني مثلا بالنسبه يعني لو الشعر خفيف شويه اجيب توم، ثومه عاديه اقطعها بالسكينه شويه وابدا اعمل مساج لجلدة الراس. اصل بيقول لي في الفاصل انا ايه اللي جابني الحلقه دي؟ المفروض انت اللي كنت تقدميها لوحدك عشان الشعر. لا لا كده بتعيرينها. لا لا والله بالعكس. هو بس ممكن نعمل مساج بالثوم، الثوم الحار اللي تحطه على سنك تحس انه لسعك، نقصها ونبدا نعمل بيها مساج. بيفيد الشعر في ايه؟ جدا بيفتح المسام وبيغذي الشعر، مسام الشعرايه نفسها بتتفتح، بصيلات الشعر بيغذي البصيله بتاعت الشعر. ما هو مسام الشعر البصيلات الشعر فعلا. طيب هي طبعا وحتى بيقلل من ظهور الابيض كمان، الشعر الابيض. لا بيقلل من ظهور الشعر الابيض. الثوم ريحته مش حلوه بس مفيد جدا. هو كده كده مش هيطلع يطلع شعر ابيض بقى، هو راح خلاص. طب بما اننا اتكلمنا عن الشعر الابيض، برضو بنلاحظ ان عدد كبير من الشباب بيظهر عندهم في سن مبكر جدا الشعر الابيض، ده ايه اسباب ظهوره؟ والله هو له كذا سبب. في حاجه اسمها عامل وراثي، يعني ممكن انا بابايا جدي جدتي ممكن يكون عندهم المشكله دي، ان الشعر بيشيب قبل الاوان. يعني ممكن تجيني مثلا في الصالون، ممكن تجيني واحده عمرها مثلا 20 سنه 25 سنه وفيها شعر ابيض، ما بتفرقش في السن دي. وفي واحده ليه بيبقى اصلا سبحان الله طبيعه الحاله الوراثيه عندهم البصيله ما بتفرش اللون. وفي حاجه تانية اللي هي بقى بتبقى عدم اهتمامنا بيه، عدم اهتمامنا بالشعر. طيب هي طبعا وحاله نفسيه. اكبر مشكله بتقابل الناس عموما سواء رجاله او بنات او كلام من ده او شباب او ايا كان، قشره الشعر. عايزين نعرف ايه اكتر الاسباب اللي بتؤدي لوجود قشره الشعر في الراس وايه علاجها؟ هو بيكون جفاف في جلده الشعر، وده بيكون احنا متعودين ان احنا ما نعرفش نخش الحمام الا لازم نغسل بالشامبو، ودي اكبر غلطه. يوميا ما ينفعش يا جماعه، عايزين تغسلوا شعركم اغسلوه، بس الشامبو اعملي حسابك ان انت تاخديه مرتين في الاسبوع بس، كبيرك ماكسيمم 3 مرات. مش كل الناس بتستخدم الشامبو، في ناس بتستخدم الصابون مثلا الريحه. لا لا، حتى لو اي حاجه كيميكال فيها نسبه كيميكال ما ينفعش تتحط على الشعر اكتر من مرتين في الاسبوع. سمعنا معلومه كده ان القشره تقريبا بتزيد في فصل معين، صيف او شتاء حاجه زي كده، وبتقل ما بين الصيف وما بين الشتاء. في الفتره دي بالذات بتزيد. وفي بعض الناس طبيعتهم هي بتعمل كده، طبيعتهم طبيعه شعرها جلده الراس بتكون بتجف شويه معاهم، واخده بال حضرتك؟ فهو الخل، صدقيني الخل مفيد جدا، العادي اللي عندك في البيت في المطبخ موجود، خدي منه يوم بعد يوم، اسبوع بعد كده يومين في الاسبوع. تمام. كعنايه هيضيعها فعلا. وانتقي نوعيه الشامبو، ما تتعوديش على نوعيه شامبو معينه. تمام. يعني خلي دايما بدلي، يعني كل شهرين ابدل شامبو، كل شهرين ابدل شامبو نوع مختلف. طب بما اننا اتكلمنا عن قص الشعر قبل كده، ده برضو بيعالج التساقط، تساقط من البصيلات، لان في بنات كتير اول ما شعرها بيقع بتجري تقصه على امل ان الموضوع يتعالج. لا هو مش في كل الحالات، هي بس بتقصه عشان كل ما الشعر كان اقصر كل ما اتغذى اكتر. كل ما كانت الشعريه اقصر كل ما اتغذى اكتر. بس انا ضد ان انت مثلا يكون شعرك طويل عند ظهرك وتقولي لي لا قصه لي عشان هو بيخف. لا. طب في طرق طبيعيه تقدر انها تكثف من الشعر؟ طبعا بتعمل، لازم تعمل ماسكات باستمرار، يعني تعمل متابعات. يعني اول شهر عاده بيبقى كل في الاسبوع مرتين، بعد كده تاني شهر مره واحده في الاسبوع، بعد كده تالت شهر مره، كل اسبوعين مره. طب هو
تساقط الشعر او يعني ده له علاقه مثلا بالصفات الوراثيه، او يعني انا عند حد كذا يبقى لازم؟ لا هو ممكن يكون نقص فيتامين د، يعني ممكن يكون نقص فيتامين. لا بص، اول حاجه بصي في وشك في المرايه، لقيتي في سمار تحت عينيكي اعرفي ان انت عندك نقص فيتامين. بصي شفايفك من جوه شوفيها بيضه ولا وردي، هتعرفي اذا كان عندك نقص فيتامين د ولا لا. وابسط حاجه روحي للدكتور واعملي تحليل وخلاص بقى، هو كده كمان. لا لاني فعلا فعلا من اصعب الحاجات اللي بتعمل تساقط للشعر لكل البنات، لمعظم البنات اللي عندها نقص فيتامين د، اللي هو نقص الحديد بمعنى صح. تمام. طب عوامل الجو الطبيعيه بقى ازاي نقدر اننا يعني نحمي الشعر منها بشكل عام؟ ما تعرضيش شعرك للشمس كتير. للشمس؟ حتى وانت في البيت ما ينفعش تعرضي شعرك للشمس كتير. دي من اهم حاجه، يعني زي موضوع البشره برضو ما الشمس. طبعا ما تستخدميش السيراميك كتير، ما تستخدميش الاستشوار كتير، والسيراميك اكتر معظم البنات بيستسهلوا السيراميك. اللي هو عشان انا ما اعرفش السيراميك اللي هو بيقولوا عليها المكوى. المكوى طيب، يبقى المكوى كده عشان بس في ناس. طيب بنات او سيدات وكده بيروحوا شغلهم كل يوم، فاكيد هيتعرض شعرها للشمس، فدي تقدر ان هي تعمل له يعني حمايه ازاي؟ الحمايه بالماسكات بقى، الحمايه بالماسكات وحمامات الزيت. حتى لو هي في البيت تجيب 9 انواع زيوت وتحط عليهم كريمات. ما ينفعش احط زيت صافي على شعري، لان لو حطيت زيت صافي على شعري هيأثر منه، في بعض الشعر ما يتحملش قوة الزيت، وخصوصا في ناس ان زيت الزيتون حاجة واو. انا كنت لسه زيت الزيتون تقريبا انا عملت جريمة في حق نفسي. الناس كلها بتتكلم على زيت الزيتون الخام مفيد للشعر. لا لو حطيتيه خام دايركت على الشعر لا يضر، ما يفيدش. يعني لازم تخلطي كريم. طيب؟ لازم تخلطي كريم. اجيب اي كريم بوناويل ولا كريم اي نوع او نوع ماسك، واروح حاطه معلقتين وقلبه كويس جدا. لا سوري، لو انت هتعملي على قد الكميه بتاعتك بس اللي هتستخدميها، لا بتحطي يعني نقطتين وتروحي مقلباه، مش تخلي كميه الزيت هي الكتير، لا الكريم هو اللي كميته اكتر. حاجه بسيطه يعني. لان صعب قوي اولا الزيت لما بينحط على الشعرايه، الشعرايه ما بتتحملش، تبصي تلاقيها بدت تضعف، بدت تتساقط، بدت تتلف، مش بدت تبقى صحيه، لا بتتلف. طيب هو دايما البنات يقول لك ايه، لا ما تقعدي فك شعرك على طول، مش على طول ربطها، لان ربطه شعرك والطرحه بتاثر على الشعر وبتعمل تساقط. اصعب حاجه بشوفها للامهات لما بتعملها كمان للاطفال الصغيرين من بدايه سنهم الصغير، الاقيها مفكالي شعر البنت شده شده غير طبيعيه، والبنت منحول من هنا خالص. لا انتبهي، خلي دايما حاولي قصي القصه بتاعتك، حتى لو عايزه تلميها ببنسه، لكن ما تسيبيها ليش مشدوده مع الشعر. طبيعه الحال هتلاقي هنا نحل وهنا نحل غصب عني وعنك. تمسك الاطفال وتفضل تشد. لا 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 بتقول لك بلم شعرها، لا بلمها لكن ما تلمهوش بشد. وبنشوفهم كتير جدا. يعني رساله يا جماعه ارجوك، ورساله لكل الامهات، بلاش شده الشعر الغير طبيعيه دي، لان في النقطه عشان كده لان فيما بعد بتاثر على الشعر، يعني منطقه الجبهه دي الشعر بيختفي منها او يعني ما بيبقاش ظاهر برضه. عشان كده ده كان سؤال مهم لازم نساله. لا انا نفسي بجد، لا الناس كلها بلاقي بنات كتير بيقولوا لي الصالون هناك والله فعلا ماسكه شعر بنتها بالطريقه دي. ايوه يا فندم، فبقولها حرام، لا انت كده هتخلي بنتك شعرها من قدام يبقى خفيف جدا والجبهه تبقى كبيره. انا كنت بتكلم مع دكتور تجميل وكده، فبعدين اول حاجه قالها لي، قال لي بلاش شده الشعر دي. طبعا من الحاجات اللي للاسف ناس كتير دي عاده. لا قصي القصه عشان حتى ما تضطريش، حتى احنا كبار برضه عشان ما تضطريش تشدي شعرك قوي، خلي دايما قصتك قصيره. طب احنا ممكن مثلا، ممكن قصه الشعر دي تبقى من كل قد ايه مثلا؟ يعني كل شهرين، كل شهر، كل ثلاث عشان نبقى محافظين على كل ثلاث شهور. كل ثلاث شهور حتى لو انت مش عايزه تروحي الكوافير، هتقسميه نصين، جيبيه على قدام، امسكيه بالمقص الطرف بس، او ماما تخليها تقصها لها كده. طب بالنسبه للبروتين والكرياتين والكلام اللي ظهر من فتره كبيره بس البنات كانت بتستخدمه عادي، دلوقتي بقوا يقولوا ان هو ضرر جدا على الشعر، فهل فعلا الحاجات دي ضرر على الشعر؟ هو مفيش حاجه ما بتضرش الشعر، خلينا صراحه مع بعض. مفيش حاجه ما بتضرش الشعر، ومفيش حاجه طبيعيه 100%، مفيش حاجه طبيعيه. خالي فورمالين ماشي اوكي، النسبه قليله، لكن ما نقولش ان هو خالي 100%، لان لو خالي 100% مش هيفرد الشعر دايما الامان. انا قبل ما تيجي عندي الكاستمر بتاعتي اقول لها خلي بالك هو خالي فورمالين بس برضو في نسبه، اعمل لك اوكي، ما اعملكيش براحتك. اي ممكن مويه هتضر برضو، مش هتنفع، مش المنفعه. لان الحاجات دي لازم نكون صراحه عشان ما تروحش بعد كده في البيت. على فكره لو ما فيهوش فورمالين هيفرد الشعر ازاي؟ هيخليها لي ليس ازاي؟ بالنسبه لترميم الشعر بيكون عباره عن ايه؟ اللي هو اللي انت بتعملي عليه الماسكات الاسبوعيه. الماسكات الاسبوعيه؟ الماسكات الاسبوعيه اللي بتعمليها. وبالنسبه كمان في احنا عندنا يعني
الحاجات اللي هي المغذيه للشعر دي بقى اللي بتكون طبيعيه 100%، ما فيهاش كلام يعني. والاكسجين ده برضه فايدته للشعر له فايده برضه ولا لا؟ ده الاكسجين ده صبغه، ولا صعب الاكسجين ده تبع الصبغه. لا طبعا الاكسجين والجلاك. لا الاوكس، لا الاوكس بسمع حاجات غريبه. لا الاوكس ده صبغه. كويس الحمد لله برضه في كيميكال برضه، مش هنكذب على بعض. بس ان احنا رجاله الحمد لله. بس في حاجه قويه قوي ممكن تحرق الشعر، وفي حاجه لا ناتشرال تبقى طبيعيه وهاديه شويه، يعني في ضرر اخف من ضرر. طب بما اننا اتكلمنا عن الزيوت الطبيعيه وفايدتها كبيره للشعر، زي ايه يعني؟ محتاجين برضو اننا ندي البنات كده معلومه، ايه ابرز الزيوت الطبيعيه اللي ممكن يستخدموها وترجع لهم بالفايده على شعرهم؟ هقول لحضرتك على حاجه، ممكن تجيب اللي هي النص كيلو نص يعني اللي هو الكريم ايا كان الاسماء، او الماسك اللي هي العلبه الصغيره، تحط عليها معلقه زيت سمسم، معلقه زيت خروع، معلقه الا ربع زيت خروع عشان زيت الخروع تقيل قوي. تمام. معلقه عندك زيت اللوز، زيت الثوم، زيت البصل. الزيوت اللي هي بتفيد في الشعرايه هي اللي تحطها. وبعد كده تروح دمجهم مع بعض كويس جدا، وتبدا تجيب حاجه صغيره تاخد فيها معيار المعلقتين على حسب طول شعرها. هي انا شعري طويل هاخد 3 معالق، شعري صغير هاخد 2، وتضيف عليها فنجان ميه دافيه وتقلبها كده لغايه لما تحسها بقت عامله زي الكيكه كده. يعني كل الزيوت نخلطها على بعض؟ بيتخلط مع الكريم مش لوحده. مع الكريم مش لوحده. كل قد ايه بقى؟ انا الموضوع ده اول شهر مرتين في الاسبوع، ثاني شهر هنستخدمه 3 مرات في ثاني شهر مرتين، الشهر الاول مرتين، الشهر الثاني مره، الشهر الثالث كل اسبوعين مره. نقلل يعني كل ما مدينا، بس ما نبطلش. اهم حاجه ان احنا ما نبطلش، احنا من طبيعتنا زي ما قلنا على البشره نبدا شويه متحمسين وبعد كده في الاول وبعد كده خلاص بقت حلوه خلاص كده. شكرا. طيب بالنسبه للجاز بقى والشعر والكلام اللي احنا سمعناه الفتره الاخيره وفايده الجاز للشعر، ايه الموضوع ده بالظبط؟ لا ده اتحكي بقى، ده مطلعين كمان حاجه اسمها الجاز الابيض دلوقتي. الجاز الابيض، بس على فكره هو فعلا الجاز مفيد والله. هو مشكلته ريحته. لا بقى ما ولا لا ما ينفعش يبقى لوحده. وفي حاجه اللي هو اسمه الخل، لو انت عايزه طريقه الجاز، في حاجه اسمها اللي هو الجاز الابيض اللي بيتباع في 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 المحلات دلوقتي حاليا في اماكن التجميل، بيتباع جاز ابيض، بنجيب عليه راس توم كوكتيل ميكس محترم يعني. عايزين تهربوا العريس كده، مش عايزين تتجوزوا. راس توم وندقها نص دقه كده ونحطها عليه تمام، ونسيبها لمده اسبوعين 3 اسابيع كمان يا ناقصه. وسيب تتخمر بقى. تمام. طب خلينا كل اللي في البيت يبعد. طب خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع لكم مره ثانيه. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا مع استاذه هويده سيد اخصائيه البشره والتجميل، وطبعا منورانا الموديل هدير، منورانا النهارده في حلقتنا. كلميني بقى هتعملي ايه النهارده بالظبط؟ تسريحات ولا ميك اب ولا ايه؟ هو الاثنين ان شاء الله. هو بالنسبه للحلوه احنا عندنا بشرتها بيبي فيس خالص جميله يعني ما شاء الله، فاحنا قررنا ان احنا نعمل لها حاجه يعني وسط، يعني لا هي الاوفر قوي ولا هي الهادي قوي. فعملنا لها الكونتور على حسب وشها، ودلوقتي بس بنزود البلوشر. وطبعا منطقه الانف عملناها للكونتور. دي بقى الكونتور يساعدنا ان احنا نصغر بقى المنطقه. عايزه تصغري الانف بنصغرها، عايزه الوش لو طويل بناخد بطريقه معينه من فوق ومن عند الدقن. بناخد لو عايزين الخد يجي مدور بناخد نص هلال، لو عايزين الخد يجي يعني لو عايزين نبرز الخد تمام. لو مثلا واحده لا ما شاء الله عندها الخد مش محتاج، بناخد لغايه الجزئيه دي، نبدا من ورا لقدام. تمام. واخده بال حضرتك؟ طب الوش المدور بقى، الوش المدور احنا لا هناخد لغايه الجزئيه دي بس. يعني هناخد لغايه هنا، مش هنضطر ان احنا نعمل كده. ده بالنسبه للكونتور. وبالنسبه للبلوشر هناخده منها يعني من قدام لورا. تمام. الهايلايتر بناخده الجزئيه دي عند منطقه الخد شويه نبرزها، ناخد حرف الانف. المشكله دي بقى البنات كتير بتحط الهايلايتر من فوق. لا ده من فوق لتحت كده، انت بتخلي النص بتاعتك شكلها صعب جدا دي، وبتطول بشكل مش حلو. فهو اهم حاجه الجزئيه دي بس هي اللي احنا ناخد فيها مع الجزء ده
مع هنا وننور الحته دي شويه وننور الحته دي شويه المكان ده شويه بس كده. اكتر من كده لا. بنعمل برضو هنا بناخد يعني انا مثلا هنا عملت لها للموديل بتاعتي عملت لها هنا المنطقه دي شويه بالكونتور وخدت لها الخد ما رضيتش ان انا اخد لغايه الاخر عشان هي ما شاء الله لوحدها هي عندها خدود ما شاء الله يعني الموضوع ده زي القمر ربنا يحميها. موضوع الميك اب ده صعب بصراحه. لا جميله جدا وبالنسبه لا ده الموضوع ده طلع موضوع كبير. رجاله مرحومين منه. وبالنسبه بالنسبه للروج احنا عشان التثبيت بناخد بالاي شادو اللي هو المخمل ونبدا نحط على حسب درجه اللون اللي انت عايزاها. تمام. ده بيكون اخد بالبروش بتاعتي واروح حاطه في بس في الجزئيه دي كده تمام عشان نثبت عشان كتثبيت كتثبيت بس في الجزء ده وبيديني ثبات وفي نفس الوقت بيديني شكل حلو قوي وخلاص تخليكي طول اليوم بقى ما يتغيرش معاكي. تمام تمام. بالنسبه للشعر هنا احنا عملنا يعني ممكن واحده مثلا راحت للكوافير وعملت شعرها عملته كيرلي وعايزه تعمل اي حاجه جديده في شعرها بنروح بتروح واخده بس الجزئيه دي على شكل هلال تاخد الجزء ده كده لو هي مش عايزه تكلبش شعرها كده بالطريقه دي الكلباج اللي هو على جوه حاجه بسيطه جدا تجيب المناديل الكلينكس على فكره لو هي ما عندهاش اللي هي الحشوه لو هي مثلا مش عارفه تروح تجيب حشوه منين وعايزه تعمل تتصرف تجيب المناديل الكلينكس وتجيب شبكه اللي هي زي اللي انا كنت ملبسها للموديل من شويه وتحطها وتبدا تحطها من هنا بنص تمام وتبدا تروح عامله شعرها يعني انا مثلا الموديل بتاعتي انا عايزه حابه ان انا اعمل لها كلباش خفيف نروح واخدين كده هو واضح ان تسريح الشعر ده في فن برضه مش طبعا مش سهل لا مش سهل فعلا الموضوع مش سهل علينا كليا يعني اسلام والله لا هو الحمد لله ان استغنيت عنه من زمان بقى. بص بالنسبه كمان هي دلوقتي لو هي عايزه تعمل اللي هو البف دلوقتي لو هي انا عايزه بفكر ان انا المه بتروح واخداه بالطريقه دي تلمه بايديها كده تاخده بايديها كده وتروح عاملاه كده طريقه بسيطه قوي يعني ممكن بنصه واحده اتنين خلصت لي الحاجه اللي انا عايزاها حتى وهي في البيت يعني حتى وهي في البيت تقدر ان هي تعمل شكل لوك كويس وناعم لو سهل في تمام. طب لو انا شعري ناعم وجاي على بالي اعمل لي كيرلي هل نوع الشعر هو اللي بيفرض عليا تسريحه معينه ولا عادي سهل جدا ان انا اعمله؟ لا لو انا شعري طبيعته كيرلي انا ممكن بس استشعر القصه من قدام غرتي من قدام واسيب شعري كده واروح رافعه بالطريقه دي يعني هيطلع شكله حلو قوي يعني او اجيب توكه واروح نوع الشعر بيحكمني في التسريح طبعا لو انا شعري ليه حاجه ولو انا شعري كيرلي ليه حاجه ثانيه واللي شعره كيرلي على فكره محظوظ جدا يعني اهتمي بيه عشان يبقى لامع واغذيه كويس عشان ما يبانش تقصفات فيه فهيديني نتيجه حلوه قوي فعلا بيكون هيبقى جميل. بس استشعري بس اللي قدامه خلاص على كده تمام ماشي اتفضلي كمل دي حاجه في حاجه ثانيه ممكن مشكله نسيت المشط بتاعي لا دي مش مشكله بسيطه ناخد الجزئيه دي كده فن برضو تسريح الشعر ده فن بجد مش ايه طبعا انت فاقد نجيبي كده الحمد لله يعني الحمد لله انه راح بدري من اللي كان هيقعد يسرح تسريح لا بس طبعا ما كنتش هسرح كده انت مش عارفه دايما حضرتك بتحب تقارن بقى لا الموضوع ما فيهوش مقارنه يعني لا بس برضه الواحد بيزعل برضه هو برضو لو السبراي كان معايا كنا هي كده تسريحه هي كده من اكتر التسريحات اللي بحبها جدا دي بتعتبر انت عملتي هنا لوك بصي لما بيكون شعر فيه اللفه دي اللي هي لفه الكيرلي بتديكي شكل حلو قوي للشعر يعني تديكي جمال وبتديكي حريه ان انت تقدري ازاي تعملي يعني موديل من غير موديل
وفي لحظات. يعني انا دلوقتي ممكن خلاص انا عملت دي وعملت الحركه اللي هي اللي احنا عملنا البوستيجه اللي من فوق، وممكن كمان نروح يعني هي حابه مثلا، هي من النوع اللي بيحب يروح واخد الجزء الاولاني اللي فوق ممكن اروح واخده ده كله كده كامل واروح واخده ده كده كامل واروح واخده شويه من الشعر نفسه من غير اللاستيك ولا اي حاجه، اروح لفه عليها ان شاء الله كده بالطريقه دي. واروح واخده شويه دول، حابه اخليهم منفوشين براحتي، حابه ان انا يعني حابه ان انا اعمل فيهم كده بحيث ان هو يديني زي باف خفيف اوكي، حابه ان انا اخليه بطبيعته برده اوكي. وعشان تثبت معاها تديها اللي هي الهاي اللي هي نفسها فيه نتنيها على قدام ونحط البنسه هتديني لوك حلو. يعني لوكات بسيطه حاجات ناعمه قوي وبسيطه قوي يعني وممكن ان احنا نعمل يعني انا بوريك الحاجات مش الاحترافيه، انا بوريك الحاجات اللي ممكن اي بنت تقدر تعملها في البيت بدل ما اقعد مثلا رابطه شعري ولا اقعد مش عارفه اتصرف في ايه، لا انت شعرك كيرلي هتقدري تعمليه في حاجات كتير قوي حلوه. التسريحه الواحده المعروفه في مصر عند المصريين كلهم اللي هي الكحكه دي. لا الكحكه دي لا لا الكحكه دي مع شده لا الكحكه دي مع شده الشعر على طول هتروح. بص حضرتك هتنحلي المنطقه هتبدا تقصفي المنطقه. احنا كنا بنتكلم فيه مع حضرتك بالظبط. لا احنا مش عايزين الكلام ده، خلي دايما قدام فري، خلي قدام فري براحته. والله زي ما تقول اسهل تسريحه بقى عند المصريين الكحكايه دي. لا 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 ما عندناش وقت في انا مثلا زي انا مش عايزه شعري ملموم خالص اوكي. انا مش عايزه شعري ملموم خالص ببساطه خالص، حاجه بسيطه جدا هنعملها. اروح واخده الشعر كامل كده اوكي، جايبه على جنب، اجيبه على جنب شويه واروح حطاه كده. دي زمان كانوا بيقولوا عليها البنانه وهروح عاملاها بالطريقه دي. كل ما الشعر بيبقى طويل بقى استاذه هويده بيديكي مساحه اكبر ان انت تشتغل عليه طبعا طبعا بس انا بيجيني احيانا بنات شعرها خفيف جدا تقول لي يا مدام هويده انا عايزه اعمل توصيله، اقول لها لا انا ما بعملش توصيلات، تعالي اعمل لك احلى تسريحه بشعرك. فتقولي معقوله ده انا شعري كله بهم معظمهم يقولوا لي لا مش هينفع دي كده. بصي يعني حاجه بسيطه خالص لميت فيها الشعر واخده بال حضرتك شكل حلو ومديه في نفس الوقت شكل كويس. هنا بقى بحط اي اكسسوار اي حاجه في الجزئيه دي كده، اروح حاطه حاجه زي كده ادتني لوك جميل طبعا. ده بقى حضرتك يعني انا ممكن اقدر اتفنن في نفسي طبعا، اتفنن مش لازم اروح كوافير عشان خاطر اعمل حاجه، مش لازم اروح صالون عشان اعمل حاجه لا. واللي شعرها خفيف ما تبقاش محتاره وتقول انا مش عارفه هعمل ايه. بس هل سهل ان الواحد ممكن يعمل اللي حضرتك عملته ده لنفسه؟ يعني سهل جدا. انت شفتني عملت ده في دقيقه، انت شفتني انا شفتني. انت متحكمه اكتر في التسريحه؟ لا مش متحكمه في حاجه والله. قدام المرايه مثلا وعايز اعمل كده اعمل كده اهو، جيبيها على الجنب نص الجنب شويه مش الجنب خالص نص الجنب شويه وابداي. بس ما تخليش شعرك يكون ناعم قوي، يعني ما تعملوش استشوار لدرجه ان انت تخليه ليس مره، لا خليه شويه في شويه يعني مش عايزه الاستشوار السايح لا. وطبعا انا لو معايا سبراي كانت الحاجات بقت افضل من كده يعني، بس انا حبيت اوري كمان كويس ان انا معيش سبراي. انت تقدري ازاي تقدري تصرفي نفسك حتى من غير سبراي، لان برده السبراي كتر استخدامه للشعر برده بيضر. لسه بنقول الوقت زي ما حضرتك زي الجل زي جل شبابنا الحمد لله شبابنا وبناتنا عشان يوقفوا شعرهم يعملوا التسريحات الجديده اللي طالعه دي ما شاء الله. الحمد لله ربنا حرمنا من النعمه دي. لا انا حاسس انتوا جايين عليا في الحلقه. لا 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 بص هقول لحضرتك الجل خطر جدا، انا استخدمه نظام يومي طبيعه الحال هيقصف الشعر وهيدمر الشعر، ابعد عنه. هو دمره خلاص احنا ما نعرفنا خلاص المعلومه وصل. عرفت متاخر الحمد لله بس عرفت يلا الحمد لله. فانا ممكن حتى لو انا اضطررت ان انا اضطررت اخد نسبه كريم اللي هو البالمز اللي هو اللي عامل زي البازلين كده اسمه بالمز بيتخلط مع الجل
لو انت عايزه تلطفي شويه عشان ما يخاطر ما ياثرش على الشعر جامد. بيثبت برضو عادي. بيثبت حلو قوي على فكره. انا بستخدمه في التسريحات، بخلي بنات السنتر عندي هناك يستخدموه في التسريحات. بنعمل ميكس، ندمج البلمز مع الجل. وعلى فكره بالنسبه لموضوع الصبغات، صحيح الاوليبليكس فظيع، بيحمي الشعرايه فعلا من اي ضرر صبغه او اي ضرر كرياتين او اي ضرر بروتين. وعلى فكره الكرياتين اخطر من البروتين، اخطر يعني مثلا. بس المشكله انه بينفع مع البنت اللي بيكون شعرها كيرلي قوي. اللي شعرها كيرلي قوي لو عملنا لها بروتين مش هيدينا الفرد اللي هي نفسها فيه. طب بالنسبه للتسريحات، البنوتات اللي بتروح الجامعه طبعا غير البنات اللي مثلا بيروحوا خروجه معينه او سهره او حفله، على حسب التسريحات بتكون التسريحات عامله ازاي يعني؟ بتختلف من الصبح ليه حاجه وفي الليل ليه حاجه. بالليل دايما بيحب التسريحات اللي هي الاوفر. انا رايحه فرح مثلا، او رايحه حفله، او رايحه ايفنت. لا الايفنت، لا الايفنت بيبقى الصبح. فده لا بيحتاج حاجه تكون سيمبل، حاجه زي ما حضرتك كده الدونات مثلا، وانزل خصل خفيفه. انا وشي طويل، ما ينفعش ان انا ما انزلش عليه خصل، وما ينفعش ان انا يبقى وشي طويل واقول انا عايزه اعمل قصه من النص. لا مش هينفع. ليه؟ لان لو انت عملتي من النص ولميتي شعرك ظهرتي طول الوش كله، ودي الحاجه اللي احنا مش عايزينها. انا عايزه حاجه تكسر الطول ده. لو انا وشي مدور، لا ممكن اخليه كيرلي عادي او اخليه على نفس الطول، بس اخلي دايما يبقى جايني على قدام عشان يخطي لي الخدود. اهم حاجه ان يغطي لي الخدود. هنشوف لها حل الخدود. طب بالنسبه لللبس، يعني التسريحه بتكون ملائمه لللبس اللي انا لابساه ولا ما انا لابسه بدله ليها حاجه، وانا لابسه فستان سواري ليها حاجه تانية خالص. طب لو عايزين نعمل تسريحه فورمال كده شويه لايفنت او حاجه، لايفنت انا بتكون بلمه الشعر على فكره، ممكن حاجه زي كده بس من غير دي. يعني ممكن حاجه زي كده بس زي كده للايفنت. للايفنت ممكن اعمل حاجه زي كده عادي، ما فيهاش مشكله بالنسبه لي. او ممكن اعمل الحركه اللي احنا كنا عاملينها من شويه. واخده بال حضرتك؟ ممكن اعمل الدونات اللي هي بيبقى ليها الحشوه بتاعتها خاصه بيها. بروح لما الشعر كامل واروح حاطه الحشوه جواها وابدا اكسي الشعراي عليها والفها بسيطه جدا، مش اروح اعملها الكحكه العاديه، لا بالحشوه بتاعتها اللي هي المدوره الفاضيه من جوه. في اي تسريحات تانية حضرتك ممكن تورينا برضه؟ والله ولا كده ولا انت ولا ايه رايك؟ لا والله طب ممكن برضه. لا ممكن برضه، ممكن يعني ممكن احنا دلوقتي كده زي ما هي نروح جايين برضه عاملين بالطريقه دي. انا عايزه اعمل حاجه على الجنب، نفسي اعمل حاجه على الجنب. يا ريت. بروح ماسكه ده كده كل دي حاجات للبنات يعملوها وهم مرتاحين جدا من غير ما يتعبوا ومن غير ما يكلفوا اهاليهم. لا هو كده مفيش تعب ولا تكلفه، هو مش ولا جوزتهم ولا جوزتهم بس او بيوتي بس سنتر كل يوم انا اعمل في بيتي اصلا. ممكن اعمل حاجه زي كده برضو، حاجه زي كده ما ينفعش ان انا اخلي الجنب ده فاضي. اللي في كده حبيبتي لو سمحتي، ما ينفعش اخلي الجنب برضو، لازم اجو معايا غيرها بس يعني ايه حاليا يعني اكون حاطه دي بالطريقه دي والشعر كله هيجيني كده. الشعر كله على الجنب. شكلها حلو وظريف وفي نفس الوقت ادتني برضو لوك كويس. هي عاطيه لوك جميل. طب من الاسئله اللي جات لنا على صفحتنا على فيسبوك، بنوته كانت بتسال ان انا السمار اللي بيكون تحت العين او الهالات السوداء اللي بتكون تحت العين بتكون بسبب ايه؟ هي بتقول لي ان هي لو بمنديل او باي حاجه بتزيل بيها الميك اب فبتمسح بتتك عليها شويه يعني بتدوس عليها جامد. لا فده بيسبب هالات سوداء؟ طبعا العين دي جلدها رقيق جدا، المنطقه تحت العين اصلا حساسه. طبعا طبعا سواء تحت العين او فوق العين ما ينفعش الا طبطبة، نظام طبطبه. نظام الطبطبه ونمره واحد، السمار اللي تحت العين ده انا السمار ده مرضي ولا من كتر الكمبيوتر ومن كتر التليفون ولا من ايه بالظبط؟ لازم اسال نفسي ايه العاده الغلط اللي انا بعملها؟ ما بنامش كويس؟ عندي نقص فيتامين د؟ عندي عامل وراثي في الاسره كلها؟ لان في احيانا بنات ما بينفعش معاهم ابدا اي علاج. ليه؟ لان بتكون سبحان الله من الوراثه نفسها. وفي بنات لا الحمد لله في بعض الكريمات فعلا بنعالجها لهم بس بقول لها نظام الطبطبه. وفي نفس الوقت برضو
لازم اي واحده تحس بسمار تحت عينيها تحلل، اتمنى ان هي تحلل دم. بس الكلام ده بيتعالج بالميك اب برضه؟ نعم بيتعالج في الميك اب يعني. هو انا مش عايزه علاج مؤقت، انا مش عايزه علاج مؤقت، انا عايزه علاج دائم، عايزه علاج، عايزه بشرتي لما ما اكونش حاطه ميك اب ابان الحمد لله بشرتي تبقى حلوه وصافيه وجميله. طب تمام. طب للاسف يعني وقت حلقتنا انتهى، ولكن بالرغم من كده احنا استفدنا من حضرتك جدا النهارده بالمعلومات القيمه. ربنا يحفظكم، ربنا يحفظكم. بشكرك استاذه هويده سيد اخصائيه البشره والتجميل، بشكر حضرتك. ميرسي يا حبيبتي. بشكر حضرتك استاذه هدير، نورتينا النهارده. طبعا اللي حابب يتواصل مع بيوتي سنتر برايت صالون يتواصل معاهم على الرقم اللي بيظهر على الشاشه وعلى الانستجرام. بشكرك يا اسلام، شكرا جزيلا نورتنا النهارده. بشكر حضراتكم على المتابعه، ونشوفكم في حلقه جديده من ابني حياتك. الى اللقاء.